السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شيخ، سؤال حفظك الله. هناك كتب ومقالات انتشرت في الآونة الأخيرة بكثرة، نريد أن نسألك حفظك الله هل تنصح بقراءتها؟ يقرر فيها الشيخ أن الكفر كما يكون بالجحود والتكذيب يكون بالقول والفعل، وأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة، لكن لا يزول بالترك. لهذا في نفس الوقت يقرر أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مسلم، ويقول هذا قول آخر لأهل السنة، ويجوز الصلاة خلف عابد القبر الجاهل المنتسب للإسلام. وعندما نحذر من هذه الأقوال وقائليها يقول عنا خوارج وحدادية، هل تنصح شيخنا بقراءة هذه الكتب والمقالات؟ نعم شيخنا. أقول لا تقرأها. إي نعم، أقول لك لا تقرأ فيها. إيه نعم، بارك الله فيك، الله يحفظك شيخ. حياك الله. سلام.